الله تعالى وبركاته لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية وأبدوه بهاتين البرقيتين برقية التعزية من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب. هذا نصها السيد الرئيس: لقد تلقيت بحزن عميق نبع هجوم يوم الأحد الأول من أكتوبر 2017 بلاس فيغاس غربي الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أودى بحياة 50 شخصا وإصابة 406 آخرين. وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إليكم باسم الشعب التشادي وحكومته وباسمي الخاص بتعازينا الخالصة، إن هذا الهجوم الذي استهدف الأبرياء يلفت انتباهنا باليقظة ومضاعفة الجهود من أجل محاربة أعداء السلام. كما أطلب من سيادتكم نقل تعازينا القلبية لأسر الضحايا، وتقبل أخي الرئيس تقديري الأخوي البالغ رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي تنو. برقية تهنئة من فخامة رئيس الجمهورية إلى المستشارة الألمانية. هذا نصها السيد المستشارة: باسم الشعب التشادي وحكومتي وباسمي الخاص لي الشرف بأن أتقدم بمناسبة الاحتفال بيوم وحدة ألمانيا الذي يصادف 3 من أكتوبر 2017، أتقدم بتهانينا الخالصة، كما أنتهز هذه السانحة لأشيد بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين بلدينا، متمنيا لكم عيدا سعيدا ومزيدا من الصحة والعافية. إدريس ديبي تنو رئيس الجمهورية رأس الدولة.